السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم نتكلموا مع مومن معطاوي وكلش. راهم على بالك كاين واحد الحيه كيفاش يبغي يطابي لك في راسك، تك 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 تك، يبغي يخلط لك الحسابات. يا ودي تيجي امين شو جماعه، ما تصبروا صبروا، تيجي اميغويري وشرقي وعوار، غادي نطيقوا غادي نطلق، سوف نستعمر افريقيا. الناس تشكي يا ربي، الناس راهي قلعت، كي تشوف انت يا الناس كيفاش هي مقلعه. حنا ما نجيو باي نستعمروا يكونوا كلاونا، وما نجيو باي ناكلوا يكونوا كلاونا. فاني الرياضه، ما الفائده؟ امتلاك، يعني امتلاكنا يعني النجوم، ومازال يعني هذا المشرف يعتمد على تكتيك عقيم ولديه خطة واحدة يلعب بها حتى أمام الضعفاء. يلعب خطة 4-3-3 والتي لم تجدي نفعا منذ مدة، من أصبح اللعب ممل وفرص منعدمة ككرات ضائعة. عليك أن تلعب بطريقة حسب اللاعبين الذين يمتلكهم. نجحت طريقة يعني 4-3-3 مع فيغولي وغديولا وبالناصر، ولكن بعدها فشلت وفي المناسبتين بنفس التكتيك، لأن زروقي بداوي وبن طالب ليس بنفس البروفيل لاعبين السابقين، سواء توظيف لاعبين أكبر، يعني أكبر خطأ يفعله في كل مباراة، يعني سوء توظيف لاعبين، يعني أكبر خطأ يفعله في كل مباراة. يعني هدرناها شحال من مرة، شحال من مرة قلتها لكم، قلت لكم يا ودي حنايا ما راش قضية تاع اللعابة، قضية تاع المدرب ما راش عارف كيفاش يبلاصي اللعابة، ما راش عارف كيفاش، ما راش عارف الرب العالي. أنا نعرف غير شوية كرة قدم، ما نعرفش بزاف. رغم شوف نقول لكم جماعة، أنتم كاين بزاف راهم يغنوا الربح ربحنا درنا، يا ودي روح تربح غاديكا، روح تربحها، ربحت وأنت تنتهي، شنو ربحت النيجر؟ يا النيجر غادي نتوما على بالكي رانا نربحو، رانا راكدين على الاوحال، وحاسب بلي راك راكد على كيسموها الشهدة تاع سل محسوب راك راكد. يا ودي نع الشيطان، هاذ اللعبة هاذي كي تتلاقى كنا نقولوها لكم قبل كوب دافريك اللي فاتت، قلتلكم نهار اللي لعبنا كونت المالي، لعبنا كونت موريتانيا، كونت تونس، كونت حتى جيبوتي، حتى بوركيا، قلت لكم يا ودي يا جماعه غادي نهار نتلاقاو مع منتخب يطبق منهج التكتيكي بمعنى الكلمه غادي ياكلونا. وعاد قال لي انت يا ما تب... يا ودي روح تربح، روح 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 خويا، مشي 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 مشي، وما تجيش عندي، روح 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 تبع هذوك تاع لي هضروا على اسيست وتعيا، نعطيكم حقائق ويا منا، وهذيك اسيست وهذيك هدف ولا كونترول اللي هضر عليه سي مالا ما تسمعهاش من عندي، نهضر لك حاجه اللي تقعد تحوس عليها ما تصيبهاش. يعني وشاهدنا بعد فشله وفي مناسبتين بنفس التكتيك، لأن زروقي بداوي وبن طالب ليس بنفس البروفيل لاعبين السابقين، سواء توظيف يعني سوء التوظيف لاعبين أكبر خطأ يفعله في كل مباراة. عليه إيجاد توليفة خاصة في وسط الميدان ويعتمد على طريقة الهجوم، يعني وين نقول لكم بالعامية السيس والويت والديس، ويمتنع عن اللعب بطريقة عقيمة وبثلاث مسترجعين، يعني ثلاث مسترجعين تسمى يلعب بطريقة تاع ستة، يلعبوا كاع بطريقة واحدة. نقولها لكم تعقلوا بليميرو سيس يلعب كيما هو، وعندهم نفس البروفيل الارتكاز، يعني مسترجعين ميليوتيرا ديفونسيف، يعني وين يوجد لاعبين ممتازين فنيا عليه بتوظيفهم في مركزهم ليقدموا الإضافة اللازمة، ويستغني عن الكهول لطاب جنانه لا مجال للعاطفة، لأن إذا استمر بهذه العقلية الشعب ما غاديش يرحمها. نقول لكم نعاودها، عليه أن يكون عادل في عمله، لأن هناك لاعبين يستحقون اللعب ويقدمون مستويات يعني ممتازة في أقوى الأندية، وبالرحمة خير دليل على ذلك. ولحد الآن لا نعرف سبب تهميشه واحتقاره في كل تربص، وينحقره في كل تربص، خاصة إبراهيم إذا كان يجيب لعاب 33 يجيب وإبراهيم يفاني. لا أظن من هذا المشرف قيادة هذه الترسنة من اللاعبين الموهوبين، لأن المشكلة تاع هذا المشرف
مشكلة تكتيك، هو مدرب فقير في الخطط ودراسة المنافس. المدرب لا ينوع من لعبه في نفس الوقت، لا يطور اللاعبين وهو محطم اللاعبين، وكم من لعاب كانوا في أحسن أحوالهم وفقدوا مكانتهم بسبب يعني بسببه. كان يعتمد على البطولة القطرية وأحسن لعاب فيها هو ياسين إبراهيمي، لماذا حطمه؟ أين هو بولاية؟ كان أفضل من بن دبكة وآدم زرقان بالقبلة، يعني من زدادكا حميش لآخره، والآن جاء الدور يعني على بالرحمة من أجل الكهل بلايلي يعني والناس يعني ونقولوا باللي ونسى ونسى بلال إبراهيمي، هذه باش يكون على بالكم. الناس كاع نسات بلال إبراهيمي. طريقة تعامله السيئة جدا ونظرته للملعب فقيرة، يعني اللعب فقيرة، يعني صحيح أنه مدرب ولكن في التدريب مدرب ناقص، يعني بزاف بزاف. انظر إلى المغرب، يعني معي يعني نهار البرازيل لعبة، يعني اللعب تتمتع كي تتفرج عليهم، تكتيك خطة توظيف لاعبين ما شاء الله عليهم، يعني نقولوا بلي نقولوها ونعاودوها، لاعبين هادو محتاجين لمدرب يكون في القمة بزاف على بالك بزاف، خاطش علاه كاين بعض اللاعبين كل يعني نشكرهم على كل ما قدمه للمنتخب، لا يمكن الاعتماد عليهم في كأس إفريقيا والمونديال اللي راه جاي بسبب العمل السن. لهذا فسياسة التشبيب التي يجب الاعتماد عليها يعني تكون صحيحة 100%. ما نبقاوش حنا يا شباب تشوف انت يا الثنائي ادم لوناس سعيد بالرحمه في المنتخب ومنحهم الثقه التي منحها لبلايلي وبنجاح ومحرز، مشي تلعبهم 10 يعني دقائق من بعد تربص الجاي تخرج خارج الحسابات. 10 سنوات لم نبحث عن اي لاعب في الهجوم، 4 سنوات ما حوسش، كاش ما حوس على ناف ولا حوس على ميليوتير كاش كاع. يعني قلت لنا كيفاش وين المقابلة تاع النيجر، وين المقابلة الأخيرة وين كشفت عن مؤشرات غير سارة فيما يخص فيما يخص التكتيك المعتمد وطريقة توظيف لاعبين الموهوبين. نتمنى ألا يكون إفلاس تكتيكي من قبل هذا نقولوا بلي إفلاس تكتيكي، الله غالب هو يعني الله غالب، ما كاش هذول المدرب ما الناس مازال ما فعل ما زدتو ما فقتوش، خلو تدفيقو تدفيقو. نبدا نقولها لكم ماشي قضية تاع لعاب ينقص لعاب ولا لا لا لا، قضية مشكلة منتخبية هي مشكلة مدرب، ما مشي عارف ما راش عارف واش والله ما راه عارف كاع. بضرب بيلعبوها الناس باش يلعبها لك يلعبها لك. جماعة ما تقلقوش، تيجوا هذو اللعابة وغادي ننطلقوا وينتا هو قال المدرب يقول فاني غادي يتبعكم الهضره تاعكم كاودي ها جاو تاع ياودي راه ما عندك لعابة، عندك لي فيك تيفا عندك لي فيك تيفا، يعني عندك تي واحد كيما هاريس بالقبلة ما تجيبوش، كان ذاك بولايا كان يقطع في ميت وانت هردت على بالك دقدقته بالرحمه. رشيد غازال ادم الناس على ما تجيبوش، ماشي باغي تزيد على روحك مالك اصاحبي. شوف شوف اختك من العاطفه هذه وتكون عادل، مدرب يكون عادل باش يمشي ليش. اي صرات لك ضربه مع الاخر، اي صرات لك مع ديلور حقرته، ديلور حذاري، ديلور حقرته حذاري.
غادي نقول لكم هاي عندكم. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير، بارطاجونا لي فيديو تاعنا، ولي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ودائما معكم بجديد. صحيتو خوتي.